صديقي لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل. وقل له كما تراني أراك، مهما كان مستواك، حياتك الشخصية خط أحمر، إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك، الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين، فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس، الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك، يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك، وعلى نياتكم ترزقون، ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر. وضع هذا الكلام حلقة في أذنك، لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق، سيقال عنك ما ليس فيك. فيا حبيبي بالله عليك، إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك. يا أهلين اتقوا الله فينا، ولا تقولوا عنا ما ليس فينا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. وفي النهاية أتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للناس. اللهم من كان في نيته سوءا لنا فلا تجمعنا به يا ربنا، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لك وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فأشغله بنفسه واصرفه عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يكبر بخاطرك يا رب، ويسعد قلوبكم كده يا رب، ويجعل سعادة العالم بين ايديكم، ويطعمكم ويحرمكم ويبارك لكم في اولادكم. كل اللي دخل على الفيديو حط اللايك، ربنا يجعل الدعاء ده من حد ونصيبه. النهارده بقى يوم جديد وروتين جديد، يلا بقى نخش على الفيديو ونعمل بقى روتين كده سريع. طبعا سكت بقى الاوضه هنا كنسته، زي ما قلت لكم ان انا ان شاء الله يعني الايام اللي جايه ديت هنبقى في حته تانية غير الشقه. فانا بصراحه يبقى في ايام يعني انا ايام هنكون فيها هنا وايام هنكون فيها في الشقه. فهتقولي لي ليه يعني انت في ايام بتصوري في شقتك وايام بتصوري هنا؟ بكره يعني هنعرفكم ان شاء الله يا جماعه. ماشي، كنست بقى الاوضه هنا كده ورشتها، وطبعا لازم ايه اعمل لها كده روتين نرواها كمان، يعني مش عشان هي يعني مش مبلطه ولا حاجه ان احنا نسيبها كده يعني. فطلعت كده، على فكره انا كنت طلعت المرتبه دي في الشمس، وكنت عشان برضه ما فيش هنا لا بلاط ولا في محاره ولا في اي حاجه وكده، فبنطلعها كل يومين في الشمس يعني عشان اللي هي الرطوبه وكده. كنست بقى الاوضه كده وشويه ماء كده ورشتها، وقلت بقى ان انا ايه نفرشها بقى، نفرش الحصيره بتاعتها ان شاء الله. برضو الحصيره بصراحه انا كنت شطفتها حطيتها برضو في الشمس، بس بصراحه ايه ما صورتش معاكم يعني وانا بنفرشها يعني. تمام، خلصتها كده بقى، فرشتها وحطيت هنا بقى المسند بتاعتها، المسند يعني اللي انا بحطها في الارض كده بنقعد عليها. لو وصلت بقى معايا لحد كده صلوا على النبي وحطوا لايك للفيديو. طبعا هنا بقى الاوضه هي خلصت ما شاء الله، بقت ايه عسل يعني، والله العظيم جميله ومريحه مريحه مريحه يعني، الحمد لله على كل شيء. خلصت بقى وقلت ان انا نغسل المواعين، طبعا ما كانش عندي صابون بصراحه، فالمواعين تنت يعني يوم بحاله، وتاني يوم بقى اللي انا غسلتهم تاني يوم الصبح لما قمت وكده ان انا اروق. طبعا انا كنا الكلام ده كان ولاد راحوا للشغل، كنا الساعة بالظبط 7، نزلت بقى أكلت البط وقعدت معاه شوية. طبعا أنا بحب أقعد مع البط شوية يعني عشان إيه بحس براحة يعني.
تمام. طبعا البط ده بيبقى مثلا زيه زي عيالك كده، لازم تقعدي تتكلمي معاه، مش لازم تحطي له الاكل وتطلعي تجري، لا لازم تقعدي معاه تتكلمي معاه شويه كده يعني، تحطي له الاكل. انا بنحب بصراحه يعني ايه يبقى عندي رحمه شويه يعني بالحاجه دي. تمام. غسلت طبعا هنا بقى الحله ده، كنت انا الصينيه دي كان مكانها رز، كان كنت عاملاه في الفرن، فطبعا الفرن والكمون زي ما انتوا عارفين ما شاء الله يعني عليهم بيبهدلوا الدنيا يعني، فقلت بقى ان انا اغسلهم كده ندعكم يعني على الارض، لان مش هنعرف ان انا نغسلهم على الطشت اللي انا كنت حطاها او الصينيه اللي انا كنت حطاها. فنزلت كده الصينيه على الارض وقلت ان انا ايه نغسلها يعني. تمام. طبعا الهباب ده بيقطع الرغوة، يعني انت تقول انت بتغسلي من غير صابون، بص يا جماعه والله الهباب ده بيقطع الرغوة، يعني مهما تحطي صابون تحسي ان ما فيش رغوة معاك. هنشطفها ونحط لها تاني شويه صابون تانيين وندعكها تاني، يعني انا ندعكها تاني. طبعا احنا كنا زمان كان الكل بيغسل، ما كانش حد عنده حوض ولا عنده حاجه، كان الكل بيغسل في طشت كده زي ما انتم شايفين يعني. انا بصراحه وردت لكم تاني ايام زمان الكانون وردت لكم حاجات ياما يعني، المفروض يعني تشكرين. طبعا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها تبقى على الكانون، ونعمل معاكم ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي نعمل لكم محشي كامل على الكانون. كنت انا على طول بنعمل معاكم في الفرن الفلاحي، يعني مثلا بنعمل المحشي في الفرن الفلاحي وكله، المره دي هنعمله معاكم في على الكانون يعني. طبعا المحشي الكانون ملوش حل. خلصت كده بقى وقلت ان انا ايه نكنس مكان البط، دخلته طبعا في الاوضه الثانيه وقلت ان انا ايه نكنس كده مكانه ننضف لهم يعني. كان بصراحة انا كان ايه كل 3 أو 4 أيام كده نكنس لهم عشان يبقى يعني عشان عينيهم وكده يعني. بصراحة البط بيصعب علي يعني، مش ان انا نبقى مربية بط لازم نكرمه يعني، مش او فراخ او كده. ان شاء الله نفس الرب فراخ بإذن الله، بس عندنا فرن ياما. ف قلت خلاص ان شاء الله هنعمل لهم بوكسة، لميت شويه خشب كده وانا اللي هنعمل البوكسه باذن الله، هنعملها معاكم برضه يعني. انا وانا بنعملها كده هنصور ونوريكم وانا بنعملها باذن الله الايام اللي جايه دي باذن الله من غير مقاطعه يعني. انا عشنا ما متناش، هنعمل بوكسه ونربي فيها شويه فراخ عشان الشتاء. كنست بقى هنا ورشيت برضه ميه، وكان النهارده بقى عملت على الكانون برضه، عملت بدنجان وبطاطس كانهم يعني اكل النهارده كان اكل بسيط يعني. تمام. فقومي بقى وتنشطي كده وعملي اللي وراكي. وده كان النهاردة بقى كان الفيديو بتاعنا وكان الروتين بتاعنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسينيش بقى في اللايك والكومنت بقى الحلو اللي زيكم اللي بيشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.